السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر. معكم الأستاذ غازي. اليوم نكمل معكم درس كاتلي أوران لار كانونو، قانون النسب المضاعفة للعالم دالتون. وقلنا في الدرس السابق أن هناك علاقة بين قانون دالتون أو قانون النسب المضاعفة والبنية الذرية للعالم دالتون، وكيف أننا استفدنا من البنية الذرية في الحصول على نتائج أو في تفسير نتائج قانون النسب المضاعفة. نكمل من المكان الذي انتهينا فيه في الدرس السابق. دالتون اتوم تايوري سي، نظريه الذريه لعالم دالتون الي كاتلي اوران لار كانونو ارسنداكي اليشكيه انلايا بالماكتشي، من اجل شرح العلاقه التي بين قانون النسب المضاعفه مع النظريه الذريه لعالم دالتون. أشاردكي أرنين إنجلينيز إنجلينيز لندرس المثال الذي في الأسفل. يقول هنا أيني أتوم لاردان أولوشان جي أو دي جي أو إكي بلا شك لاريني إلي ألالوم، لنأخذ المركبين سي أو إكي سي أو اثنين و سي أو المتكونان من الذرات نفسها بلا شك لارين فورمول لاريني إنجلا ديمزدا. عندما ندرس صيغ المركبات جي أو بلا شين فورمولون دي في المركب سي أو بير تاني كربون أت جي أتومو إلى بير تاني أو أتومو. إذا عندما ندرس المركب سي أو يكون لدينا ذرة أكسجين واحدة متحدة مع ذرة كربون واحدة. جي او اكي بلا شينين فورمولون دا اسي. اما في صيغة المركب سي او اثنين ثنائي اكسيد الكربون، وهو طبعا الغاز الذي يخرج مع زفير الانسان لا لون له شفاف، بير تاني جي اتومويلا اكي تاني او اتومو بلون مقتدر. اذا نلاحظ وجود ذرة كربون واحدة يتفاعل معها أو متحد معها ذرتي أكسجين، يعني يتواجد ذرتي أكسجين متحدة مع ذرة كربون. كما نلاحظ هنا ذرتي أكسجين متحدتين مع ذرة كربون وذرة أكسجين في سي أو أحادي أكسيد كربون. طبعا أحادي أكسيد كربون هو غاز لونه أسود ينتج عن احتراق الفحم، طبعا الاحتراق غير الكامل للفحم والمواد العضوية بشكل عام. بودروم دا نكمل بودروم دا جي او اكي في هذه الحالة ثنائي اكسيد الكربون بلا شيء يندكي في التي او اتومو سايسي عدد ذرات الاكسجين التي في مركب سي او اكي في مركب ثنائي اكسيد الكربون جي او بلا شيء يندكي او اتومو سايسنن عدد ذرات الاكسجين التي في مركب سي او اكي كاطنا اشتر تساوي الى ضعفيها. اذا عدد ذرات الاكسجين الموجوده في مركب ثنائي اكسيد الكربون تساوي الى ضعف او تساوي ضعفين عدد ذرات الاكسجين التي في مركب سي او احادي اكسيد الكربون. كما نلاحظ جي او اكي تاكي او كتلة سنين هير زمان جي او تاكي او كتلة سنين اكي كاتنا اشت اولدوغونو سولانا بلير. اذا يقول هنا يمكننا القول بان كتلة الاكسجين التي في سي او اثنين في ثنائي اكسيد الكربون في كل وقت هير زمان في كل وقت تكون مساوية الى ضعفي كتلة الأكسجين التي في أحادي أكسيد الكربون. إذا بما أن لدينا العدد مساوي الضعف، بما أن العدد يساوي الضعف، فإن الكتلة أيضا تساوي الضعف إذا اعتمدنا على مصطلح
الذرة الذي تحدثنا عنه سابقا. Dalton'un düşünsel olarak ileri sürdüğü katlı oranlar kanunu daha sonraki dönemde deneyler yapılarak kanıtlanmıştır. إذن يقول هنا بأن القانون النسب المضاعفة الذي قدم فكريا من قبل العالم دالتون أثبت بعمل تجارب في الفترة التي تلي تلك الفترة. إذن العالم دالتون قانون حفظ الكتلة قام بتقديمه بشكل نظري وليس بشكل تجريبي، بشكل نظري، لكن لاحقا أثبت أن هذا القانون صحيح 100% عن طريق التجارب المخبرية. جيو إكي ذي جيو بلا شك لرندا في المركبين CO2 و CO وهذه أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون 12 جرام كربون إلي مع 12 غرام من الكربون بلا شان أكسجين كتلة لاري بربريني كتل الأكسجين المتحدة مع الكربون مع 12 غرام من الكربون إلى بعضهما بيرينيه إلى بعضهما أوران لندندا عندما ننسبهما إلى بعضهما ننسب الكتلتين إلى بعضهما كتلة الأكسجين في CO2 وكتلة الأكسجين في CO أتوزكي بلو أون ألتي أشيت إكي سايسي إلدي إلدلر نحصل على الرقم رقم 2 او العدد 2 من خلال التناسب. اذا لدينا في ثنائي اكسيد الكربون لدينا اذا كان لدينا 12 غرام من الكربون ولدينا في ثنائي في احاد اكسيد الكربون ايضا 12 غرام، عندما ننسب الكمية الاكسجين الموجودة في ثنائي أكسيد الكربون المتفاعلة مع 12 غرام وكمية الأكسجين الموجودة في أحاد أكسيد الكربون مع 12 غرام من الكربون عندما ننسبهما إلى بعضهما البعض نحصل على القيمة 2. نحصل على القيمة 2. بودير دالتونون تايور سيندي في نظرية العالم دالتون هذه القيمة دوشانسال أولارك دوشانسال أولارك إفادة إتي دايري شتير تساوي إلى القيمة التي تساوي إذا هذه القيمة تساوي القيمة التي عرفها فكريا في نظريته العالم دالتون. إذا هذا الكلام يوحي أو يوضح بأن القيم التي اقترحها دالتون عن طريق نظريا تساوي القيمة التجريبية المحصول عليها. لدينا هنا مثال أورنيك مثال بير بلا شك ني او اكي ثنائي اكسيد الازوت اكي بلا شك ني اكي او اوتش اكسيد الازوت الثنائي او ثلاثي اكسيد الازوت الثنائي يكرض ذريلان بلا شك لاردا في المركبات المعطيات المعطى في الاعلى ازوت ني اتوم لاري اراسنداكي كاتلي اوران كاتشتر كم هو معدل النسب المضاعفة بين ذرات الأزوت؟ تشزوم الحل نقوم هنا حتى نقوم بحساب النسبة بين ذرات الأزوت في المركبين يجب أن تكون النسبة يجب أن تكون كمية الأكسجين في المركبين متساوية. إذا نوحد قيم أحد العناصر من أجل حساب النسبة بين العنصرين بين العنصرين الآخرين أو بين العنصر الآخر في المركبين. يعني مثلا هنا نقوم بتثبيت بمساواة كمية الأكسجين في المركبين فينتج لدينا نقوم بنسب عدد الذرات للعنصر الآخر في المركبين فنجد النسبة المضاعفة لهذا العنصر في المركبين. كما يقول هنا أزوت أتوم لاري أراسنداكي كاتلي أوران سرول دوغو إتشين من أجل إيجاد أو من أجل حل النسب أو من أجل إيجاد النسبة المضاعفة التي بين ذرات الأزوت في المركبين أكسجين أتومو مكتر لاري إشيت لانير نقوم بمساواة مقادير ذرة الأكسجين قيم ذرة الأكسجين في المركبين حتى نقوم بتوحيد كتل الأكسجين
في المركبين هنا لدينا 2 أكسجين، هنا لدينا 3 أكسجين، بإيجاد القاسم المضاعف المشترك الأصغر نقوم الO2 نضربها بثلاث والO3 نضربها باثنين، فيكون لدينا NaOH، فيكون لدينا NaOH O ألتي، 2 ضرب 3 يساوي 6، وثلاثة ضرب 2 ضرب 1 يساوي 3، فتصبح النتيجة N3O2، هنا يصبح لدينا N3O6، هنا يصبح لدينا N4O6. واضح بأن كما يتبين يصبح لدينا الأكسجين 6 في المركبين، أما الأزوت هنا يصبح 3 وهنا يصبح 4. فقمنا بهذه العملية بتوحيد قيم الأكسجين، فننسب ذرات الأزوت مع بعضها البعض، فنجد النسبة المضاعفة للأزوت في المركبين. بودروم دا أزوت أتوملاري أرسن داكي كاتلي أوران سيرا سيلا أوتش بلو دورت ولاراك بلونور. إذن نجد النسبة على الشكل التالي 3 على 4 بالترتيب النسب المضاعفة التي بين ذرات الأزوت في هذه الحالة. إذن 3 هي نسبة الأزوت في NO2 على 4 نسبة الأزوت في N2O3، وهي النسبة المضاعفة بين ذرات الأزوت في المركبين. مثال آخر: كوكورت سي في أكسجين أو إليمنت لارندان ولوشان إكي بلا شيكتان برنسي جندا برنجي سندا كتلة جي يوز دي اللي سي إليمنتي. إذن يقول هنا في أحد من المركبين المتكونان من عناصر الأكسجين والكبريت، كوكورت كبريت أكسجين أو أكسجين عينها نفسها، سي إليمنتي، يكون عنصر الكبريت 50% كتليا في أحد المركبين. إكينجي سندي إسي كتلة جي يوز دي أطمش أو إليمنت بولون مقتدر. أما عنصر الأكسجين في نسبته الكتلية في المركب الآخر هي 60%. إذن الكبريت في العنصر الأول، إذن أعطانا في العنصر الأول قيمة الكبريت هي 50%، وأعطانا في المركب الآخر قيمة الأكسجين هي 60%. إذن لدينا مركبين يتكونان من عنصرين هما الأكسجين والكبريت، قيمة الكبريت نسبة الكبريت في النسبة المضاعفة للكبريت أو نسبة الكبريت الكتلية في المركب الأول تساوي 50%، وبالتالي الأكسجين 50%، بما أن المركبين يتكونان من الأكسجين والكبريت فقط. المركب الثاني نسبة الأكسجين أعطانا إياها وهي 60%، وبالتالي تكون نسبة الكبريت تساوي 40%. يقول هنا السؤال: برنجي بلا شيئين فورمولو صيغة المركب الأول CO2O2 وفقا إلى أنها تكون CO2 إكينجي بلا شيئين فورمولو نادر، ما هي صيغة المركب الثاني؟ إذن أعطانا القيم 50%، أعطانا قيمة 60%، وأعطانا صيغة المركب الأول. نريد أن نعرف من هذه المعلومات صيغة المركب الثاني. الحال شزوم الحال برنجي بلا شيك كتلة جي، الكتلة للمركب الأول يوز دي اللي سي إلمنتي اتشار دي ني غوري، وفقا إلى أنها تساوي 50% من عنصر الكبريت. كتلة جي يوز دي اللي أو إلمنتي اتشار، فإنها تحوي 50% على عنصر الأكسجين. إذن قلنا في المركب الأول يكون لدينا 50% هي نسبة كما أعطانا نسبة الكبريت، فتكون نسبة الأكسجين كما قلنا 50%. إكينجي بلا شك كتلة جي يوز دي أطمش أو إلمنتي إتشار ديني جوري، إذا وفقا إلى أن عنصر الأكسجين يساوي 60% في المركب الثاني كتليا، فكتلة جي يوز دي كرك سي إلمنتي إتشارير، فإنه يحتوي عنصر الكبريت بنسبة 40% كتليا.
إذن برنجي بلا شيين فرملو صيغة المركب الأول COK أولدوغناغوري وفقا إلى أنها CO2 فورمول داكي آتوم سايلاري أعداد الذات الذرية التي في الصيغة في آتوم كتلة لاريني تشاربم والكتل الذرية أيضا التي في الصيغة إلى معها إلمنت لارين كتلة جي بيرلشمي أوران لاري أرسنداكي إليشكيدان من العلاقة التي بين النسب الكتلية للعناصر مع كتل الذرات وعدد الذرات التي في الصيغة يرار لانراك بالاستفادة منها أشاغ داكي إشتلي يزابلير. يمكن أن نكتب المساواة التالية، إذن وفقا للنسب الكتلية التي هي 50 للكبريت و50 للأكسجين بالنسبة للمركب الأول، طبعا 50 للكبريت و50 للأكسجين، وبالنسبة إلى الصيغة العلاقة بين النسب الكتلية وبالنسبة للصيغة الموجودة COK يكون لدينا المساواة التالية، لدينا بيرسي أي واحد كبريت، بلو إكي أو أي اثنين أكسجين كما في الصيغة، إشيت اللي بلو اللي كما هي النسب الكتلية بين الأكسجين والكبريت، بودروم دا أتوم كتلة لاري أوراني نسب الكتلية الذرية في هذه الحالة سي بلو أو إشيت إكي بير أولاراك حساب لنرد. إذا تكون القيمة سي إس الكبريت على الأكسجين يساوي 2 على 1. كيف حصلنا على هذه القيمة؟ لاحظ هنا لدينا 1 كبريت على 2 أكسجين يساوي 50 على 50. نقوم بعزل الكبريت والأكسجين، عزل الكبريت والأكسجين، كبريت على أكسجين يساوي نضرب الوسطين، نضرب القيم الموجودة الوسطين بالطرفين 2، نضرب 2 بالخمسين، 2 التي في المقام بجانب الأكسجين نضربها بالخمسين فيصبح لدينا 100، والواحد نضربه بالخمسين فيبقى لدينا 50، أصبحت 100 على 50 ويساوي 2 على 1. إذا نسبة الكبريت على الأكسجين تساوي 2 على 1، تساوي 2 على 1، وهي نسبة كتلة الكبريت على الأكسجين. الآن حسبنا نسبة كتلة الكبريت على الأكسجين، ماذا نستفيد من هذه العلاقة؟ إكينجي بلا شك فورمولونو سي اكس او واي أولاراك دوزن لايب أيني إشتلي إكينجي بلا شك إتشندا يازارساك. يمكننا أن نكتب من أجل المركب الثاني المساواة نفسها بالاستفادة أو بتنظيم صيغة المركب الثاني على شكل سي اكس او واي. إذا نحن نريد أن نعرف ما هي صيغة المركب الثاني، نفرضها سي اكس او واي. بالاستفادة من العلاقة هذه نقوم بحساب قيمة X و Y، لدينا XC نكتبها كما في الشكل السابق XC بلو YO أشيت، كما قلنا بأن قيمة الكبريت 40% وقيمة الأكسجين 60% كتليا، فيكون لدينا XC 40 YO 60 أشيت 40 على 60 يساوي 2 على 1. نختصر على قيمة 20، 40 تقسم على 20 و60 تقسم على 20، 40 تقسيم 20 يساوي 2 و60 تقسيم 20 يساوي 3، يكتب بهذا الشكل. إذن أصبح لدينا XC تقسيم YO يساوي 2 على 3، لكن لدينا C تقسيم O يساوي 2 على 1. نقوم بالتعويض، إذا يقول لدينا هنا بو إشيت لك تي في هذه المساواة سي بلو أو إشيت إكي بلو بير داير لاريني يارني يزرسك. إذا نقوم بكتابة قيمة سي على أو بدلا منها 2 على 1 في هذه المساواة، فيكون لدينا، إذا نعوض سي على أو بقيمة 2 على 1 فيكون إكس إكي بلو واي بير إشيت إكي بلو أوتش. إذا أصبح لدينا هذه المعادلة X دلو Y أشيت بير بلو أوتش أولا راك حساب لنر. كيف خرجت معنا هذه النتيجة؟ لدينا X 2 تقسيم Y 1 يساوي 2 على 3 الوسطين، نعزل X على Y
ونضرب وسطين بالطرفين، 2 ضرب 3 يساوي 6، 1 ضرب 2 يساوي 2، طبعا يساوي 2. نختصر على 2، 2 على 6 تساوي 1 على 3، 2 تقسيم 2 يساوي 1، و6 يصبح لدينا رقم 3 هو 6، 6 تقسيم 2 يساوي 3. إذا هكذا تكون الصيغة. بودروم دا كينجي بلا شيء فورمولو سي او اوتش اولاراك بالير لانير، تتحدد معنا بشكل اس او 3. إذا الاكس هي قيمة سي، أصبحت لنا سي بير، سي واحد لا يمكن، لا داعي لأن نكتب الواحد. او تساوي كم؟ واي لها للتابعة للأو تساوي 3، فأصبح لدينا سي او اوتش، وهي صيغة المركب الثاني وهو المطلوب. شكرا لكم أعزائي الطلاب، لدينا هنا بعض الأمثلة نرجو منكم حلها، نقوم بحلها إن شاء الله على البث المباشر. أرجو منكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.